عارف انا هعمل ايه لما اتجوز؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ بص، ولا خدام ولا اي حاجه. انا هصحى لها الصبح العروسه واروق لها في المواعين والاشعه. ايش اغسل لها ايه؟ اغسل لها المواعين واخلي لها الشقه قشطه. اغسل لها ايه؟ مش سامع. تغسل لها ايه؟ اغسل لها المواعين وانشر لها الهدوم واخليها قشطه. وهي بقى هتكون بتعمل ايه؟ وهي هتكون بتعمل ايه؟ ابعت لها الاكل كمان وهعمله. انت اللي هتطبخ؟ اه، انا اللي هعمل كل حاجه في البيت بصراحه، واخليها كمان مديرة البيت. هي كمان تبقى مديرة البيت؟ اه، عشان ما تجيش بقى تتخانق معايا. اه، وتقول لي انت مش مدير بيت، انت مدير بيت. اه، عشان تيجي تقول لي انت حرام كده. دلوقتي احنا غنينا. اه، فاضل احنا ما رقصنا. انت قلت لي انا برقص صح؟ اه. ترقص ازاي؟ كده من غير طبلة؟ من غير طبلة ولا أي حاجة؟ أو ما أنا ممكن أطبل لك يعني. طب على أغنية إيه طيب؟ على أغنية إيه؟ كرسي. هي إيه؟ أشهدوا؟ أه. بس تغنيها معايا. يلا. أشهد أن لا إله إلا محمد الله. هي دي الحتة. دي الحتة اللي عندك اللي أنت رقصتها. هي دي بس الحتة اللي أنت رقصتها؟ قول لي بقى، عايز تطلع ايه لما تكبر كده بكل المواهب المتعدده؟ دكتور امراض نساء. اشمعنى دكتور امراض نساء؟ يعني ايه يعني؟ بقول لك عشان الفلوس والعمليات تحفه قوي.